موقف النهائي لأرض معسكر رشيد يعني كيف سيكون؟ هل ستكون منطقة سكنية أم منطقة تحتوي على مساحات خضراء أم ستبقى على ما هي عليه؟ توجه الحكومة الحالية وأصدرت قرار من مجلس الوزراء بتحويل عائديات الأراضي في معسكر رشيد إلى أمانة بغداد، وهذا يعزز كلامي أنه معسكر رشيد أمانة بغداد لا تملك مترا واحدا في هذا المعسكر. طيب عاديات إلى وزارة الدفاع، وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى. رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء الآن تحولت عائدية هذه الأرض ماضين بتحويل العائديات مع دوار التسجيل العقاري، وإن شاء الله في أقرب وقت ستتحول الملكيات إلى أمانة بغداد بناء على قرار مجلس الوزراء. هناك رؤية لتحويل هذه المنطقة والتي هي مساحتها بحدود أكثر من 5000 دونم إلى مناطق خضراء مستدامة، وهناك رؤية جميلة جدا لهذه المنطقة. ستكون نسبة المشيدات في هذه المنطقة لا تتجاوز 15%، وأول مرة إحنا نتكلم بهذه النسب، ستكون بحدود 85% هي مناطق ترفيهية ومناطق خضراء ومناطق ألعاب ومناطق فعاليات تجارية مستدامة. طيب. لأن هذه القطعة مهمة جدا للعاصمة بغداد، وهي المنطقة المتبقية الوحيدة من العاصمة بهكذا مساحة وبهكذا موقع متميز، وبالتالي بت بهذا الأمر يعني. طبعا هناك قرار وصدر قرار من الوزراء، وإحنا ماضين باستكمال إجراءات. أكو مدة زمنية للبدء والتنفيذ لهذا المشروع؟ إن شاء الله الرؤية التصميمية تكتمل خلال أسابيع، ستعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض المصادقة والانطلاق بهذا المشروع، وهو المشروع ذو طبيعة استثمارية. إن شاء الله سنستقطب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية لغرض الاستثمار في هذه المدينة المستدامة، المدينة الخضراء.